الحكيم العلامة في فنه لم يكن في الطب والعلاج من يضاهيه في عصره، فكان أشهر وأعظم عالم بوظائف الأعضاء. لم يخرج عن الطابع الموسوعي المعهود، فانشغل بسائر العلوم حتى برع وانتهت إليه رئاسة فنه في زمانه. علاء الدين بن النفيس علي بن أبي الحزم القرشي نسبة إلى قرش في دمشق، درس الطب في البيمارستان النوري في مصر، وكان شيخه في الطب مهذب الدين الدخوار. وأما الطب فلم يكن على وجه الأرض مثله. وإلى جانب الطب درس علوما كثيرة وبرع وصنف فيها كالمنطق والفقه وأصوله، إذ شرح كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي في فروع الشافعية من أوله إلى باب السهو، وكان قد تولى تدريس الفقه في المدرسة المسرورية بالقاهرة، وهو حجة مشهور في الفقه الشافعي، كما برع في علوم العربية والحديث وعلم البيان وغيرها. انتقل إلى القاهرة حيث عين رئيسا لأطباء مصر، وكان يحضر مجلسه في داره جماعة من الأمراء وأكابر الأطباء، وعليه وعلى عباد الدين النابلسي تخرج الأطباء بمصر والقاهرة. وقد نقل عنه من علو همته ما تعجب منه العقول، من ذلك ما ذكر من أنه إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية حادة، ويدير وجهه إلى الحائط ويأخذ في التصنيف إملاء من خاطره، فيكتب مثل السيل إذا انحدر، فإذا حفي القلم فإنه يرميه لئلا يضيع عليه وقته في بري القلم. كما ذكر تلميذه السديد الدمياطي من أنه قد اجتمع ابن النفيس ليلة هو والقاضي جمال الدين بن واصل، فلما فرغ من صلاة العشاء سرعا في البحث وانتقل من علم إلى علم، والشيخ علاء الدين بن النفيس في كل ذلك يبحث برياضة دون انزعاج. وأما القاضي جمال الدين فكان منزعجا، تحمر عيناه وتنتفخ عروق رقبته، ولم يزال كذلك إلى أن سفر الصبح. أما نحن فعندنا مسائل ونكت وقواعد، أما أنت فعندك خزائن علوم. ذلك غير ما نقل من تسجيله لبعض مباحث الطب أثناء استحمامه، حيث دخل إلى الحمام، فلما كان في بعض تغسيله خرج إلى موضع نزع الثياب، واستدعى قلما وورقا، وأخذ في تصنيف مقالة في النبض إلى أن أنهاها، ثم عاد وأكمل تغسيله. ابن النفيس أول من وصف بنية الرئتين بشكل صحيح، كما قدم وصفا دقيقا للقصبات الهوائية والتفاعل بين الأوعية الدموية في جسم الإنسان فيما يتعلق بالهواء والدم، كما قام بتوضيح وظيفة الشريان التاجي في تغذية عضلة القلب. ومن بين الاكتشافات الهامة الأخرى اكتشاف الشعيرات الدموية الدقيقة التي تسمح بتبادل الدم والفضلات في الأنسجة. وكان إنجازه الأعظم في الطب اكتشافه الدورة الدموية الصغرى، حيث قال بأن الدم ينقى في الرئتين، وقد سبق إلى ذلك ميخائيل سيرفيتوس الذي عاش في القرن السادس عشر، والذي ادعى بأنه صاحب الاكتشاف. كما نسب هذا الاكتشاف للعالم الإنجليزي ويليام هارفي الذي ولد عام 78500 للميلاد. وذكر الأستاذ حيدر مات في كتابه إسهام علماء المسلمين في الحضارة بأن اكتشاف ابن النفيس قد سبق علماء أوروبا بثلاثة قرون، وأن كل من سيرفيتوس وكولومبوس وهارفي الذين وضعوا الدورة الدموية الصغرى قد اطلعوا مسبقا على نظريات ابن النفيس في كتبه المترجمة. ففي عام 24900 للميلاد تقدم الشاب المصري محي الدين التطاوي إلى كلية الطب في جامعة فرايبورغ برسالة في غاية الأهمية باللغة الألمانية، حيث عثر أثناء مطالعته للمخطوطات العربية بمكتبة برلين على مخطوط يحمل الرقم 62234 وعنوانه شرح القانون لابن سينا، فقام بدراسته في رسالته للدكتوراه. ولا شك في أنه إذا ثبتت صحة النتائج التي انتهى إليها هذا الطبيب،
فإن الفصل الخاص بالتاريخ العلمي لهذا الموضوع الطبي يجب أن يكتب من جديد. وقد قام عدد من المستشرقين بالمقابلة بين ما ذكره الدكتور التطاوي وما جاء في المخطوطات، وبعد دراسة فاحصة قرر أولئك المستشرقون أن الطبيب المصري على حق فيما ذهب إليه، إذ ثبت بالفعل أن طبيبا عربيا عاش في القرن 13 الميلادي هو أول من فكر في موضوع الدورة الدموية، وذلك قبل هارفي بنحو 4 قرون. ومن تصانيف ابن النفيس أيضا الشامل في الصناعة الطبية، وهو من أكبر الموسوعات العلمية في التاريخ الإنساني التي يكتبها شخص واحد، وثالث الموسوعات الكبرى في تاريخ الطب العربي الإسلامي، منه مجلد مخطوط ضخم في المكتبة الظاهرية بدمشق، وثلاثة مجلدات مخطوطة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا. الموجز في الطب اختصر به قانون ابن سينا، وذلك لأغراض عملية. طبع لأول مرة عام 28800 للميلاد، ووضعت شروح وحواش عدة لهذا الكتاب على مر القرون، وأقبل الأطباء في الهند على دراسته بشغف حتى عهد قريب. المهذب في الكحل كتاب على جانب كبير من الأهمية في أمراض العين، وهو محفوظ بمكتبة الفاتيكان. الرسالة الكاملية في السيرة النبوية محفوظ في مكتبة القاهرة. شرح على التنبيه لأبي إسحاق الشرازي في الفقه في فروع الشافعية من أوله إلى باب السهو. شرح الهداية لابن سينا في المنطق. وله أيضا طريق الفصاحة، المختار في الأغذية، شرح فصول أبقراط، تفسير العلل وأسباب الأمراض. وكانت تصانيفه يمليها من حفظه ولا يحتاج إلى مراجعة لتبحره في الفن. وعندما أصابه مرض الموت حاول الأطباء أن يعالجوه بشيء من الخمر، إذ كانت علته تناسب أن يتداوى بها حسب زعمهم. لا ألقى الله تعالى وفي باطني شيء من الخمر. توفي ابن النفيس في 21 من ذي القعدة سنة 87600 للهجرة، 88200 للميلاد، عن نحو 80 عاما، وأوقف داره وكتبه وأمواله على البيمارستان المنصوري.